أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نستكمل معكم أخبار الصباح ومجددا نبدأ بالعناوين. بعد وضع إعادة سكان الشمال كهدف جديد للحرب، القيادة الأمنية الإسرائيلية تحذر الحكومة من خطوات متهورة في لبنان. ترامب يشيد بقدرات جهاز الخدمة السرية في إحباط محاولة اغتياله ويطالب بالمزيد من الحراسة. متى تعلن حظر وسائل الإعلام الروسية الرسمية على منصاتها حول العالم؟ أهلا بكم في الجزء الثاني من أخبار الصباح. وسعت إسرائيل أهدافها المعلنة للحرب في غزة لتشمل تمكين سكان الشمال من العودة إلى مجتمعاتهم التي تم إجلاؤهم منها نتيجة للهجمات التي يشنها حزب الله من لبنان. ومنذ 7 أكتوبر تم إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من البلدات الواقعة على طول الحدود الشمالية التي تضررت بشدة من إطلاق الصواريخ ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن. هذا ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصادر قولهم إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لاتخاذ خطوات متهورة في لبنان ومن بينها العمل البري. وكشفت المصادر عن أن المسؤولين مسؤولين بالمؤسسة الأمنية حذروا الحكومة من التسبب بحرب شاملة، مشيرة إلى أن الخلافات بين الجيش والحكومة وصلت إلى مستويات حادة جدا. هذا فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغ في وقت سابق المبعوث الأمريكي عامس هوكستين بأنه يسعى إلى تغيير جذري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وقال نتنياهو أنه لن يكون ممكنا إعادة السكان النازحين من دون هذا التغيير، مضيفا أن إسرائيل تقدر دعم الولايات المتحدة لكنها في النهاية ستفعل ما هو ضروري على حد تعبيره. أما على صعيد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية فقد كشفت صحيفة معاريف عن أن قادة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم منحوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لضم رئيس حزب اليمين الوطني جدعون ساعر إلى الحكومة. وبعد الأنباء التي تحدثت عن عزم نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، ذلك وفقا لما نقلته قناة كان التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية. وكذلك في ظل هذه التطورات حذر مسؤول أمريكي من أن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت سيكون قرارا جنونيا من قبل نتنياهو. المسؤول الأمريكي قال لموقع أكسس الإخباري إن إقالة جالانت قد تؤدي بإسرائيل إلى حرب شاملة محتملة في لبنان. من القدس تنضم إلينا مراسلة العربية لانا كلغاصي. لانا اهلا بك معنا في اخبار الصباح. الان كل الاحاديث الان تتجه نحو إقالة مرتقبة لوزير الدفاع يوآف جالانت، هل من جديد بشان هذه الاخبار والاخبار التي تتحدث عن خلافات ما بين المستوى السياسي والعسكري في اسرائيل كذلك؟ أهلا بك. حقيقة دعنا نبدأ بالخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت. بالأساس كان هناك بعض النقاط اللي عالقة بين هؤلاء الاثنان، خاصة حتى بموضوع التعديلات القضائية العام الماضي، ومن تلك الفترة كانت الخلافات قد بدأت حقيقة وربما تزداد سوءا بسبب هذه الفترة وموضوع الجبهة الشمالية، خاصة بأن بنيامين نتنياهو أراد توسيع العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، ولكن من ناحية أخرى وزير الدفاع الإسرائيلي كان يؤيد التوجه أولا إلى صفقة لتبادل أسرى وإنهاء ربما الحرب في قطاع غزة، ومن ثم التوجه إلى عمليات عسكرية محدودة نوعا ما في الجنوب اللبناني. ومن ناحية أخرى الكابينت الأمني والسياسي بالأمس عندما اجتمع في جلسة مطولة نوعا ما تحدثوا عن الجبهة الشمالية، وكان هناك مصادقة لضم نقطة عودة الإسرائيليين على الجبهة الشمالية إلى مستوطناتهم كأحد أهداف الحرب الحالية في الجنوب اللبناني. وبالتالي الآن العنوان الأبرز هو موضوع الجبهة الشمالية، خاصة بأن بعض المصادر حتى تحدثت عنها صحيفة يدعوت أحرنوت تقول بأن يعني هناك مصادر أمنية تخشى من أن يكون أو تتحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية وحرب شاملة ضد
حزب الله وإيران في المنطقة وفي الإقليم. لذلك العملية العسكرية حتى لو كانت محدودة هي تشكل أيضا خطر، وربما لن تكون الحل الجذري لعودة الإسرائيليين على الجبهة الشمالية. وهذا أيضا ما تم تأكيده من خلال المبعوث الأمريكي الذي وصل بالأمس إلى إسرائيل والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت. كلاهما تحدثا إلى هذا المبعوث وقالوا بأن التسوية السلمية أو الدبلوماسية لن تكون حلا في الوقت الحالي، وبالتالي هذه جميعها تلميحات إلى الولايات المتحدة بأن إسرائيل سوف تتجه إلى عملية عسكرية. هل هي عملية عسكرية موسعة أم هي محدودة؟ تبقى هذه المسألة محكومة بوجوه وشخصيات في إسرائيل كانت تطالب بالذهاب إلى جبهة جنوب لبنان، ولكن يعني إذا ما نظرنا إلى ما يحدث بين يوآف جالانت وكذلك نتنياهو، لكن ضم جدعون ساعر يبدو أنه حتى اللحظة لا يعني أنه سيمسك بحقيبة الدفاع. هناك خلاف حول هذه النقطة من المقربين من نتنياهو كذلك، وهناك حديث عن تسلم إسرائيل كاتس وزير الخارجية لوزارة الدفاع. أطلعين على هذه التجاذبات التي تحصل حاليا. بالفعل كان هناك حديث حقيقة، وبعض من المصادر حتى في الصحف الإسرائيلية تتحدث بأن جدعون ساعر بالأساس هو كان ينتقد بنيامين نتنياهو في السابق، وهو لا يؤيد حتى إقالة وزير الدفاع عندما تم إقالته من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي. هو انتقد هذا التصرف حقيقة، وبالتالي هناك بعض الخلافات حاليا بخصوص هذه النقطة. لا يوجد معلومات ومصادر موثوقة تؤكد ولا حتى تنفي إذا كان بالفعل سوف يستلم جدعون ساعر وهو بالأساس منشق عن الليكود، وهو أيضا لا يؤيد موضوع حل للدولتين ويؤيد أيضا ضم أراضي جيم من الضفة الغربية، وبالتالي هو أيضا من اليمين المتشدد، وربما هو سوف يكون من مؤيدين التوجه إلى عمليات عسكرية في الجنوب. ولكن الخلاف حقيقة الآن أن توقيت يعني إقالة وزير الدفاع بهذا التوقيت وهو لديه اطلاع كبير على ما يجري أيضا في قطاع غزة وموضوع الجبهة الشمالية ربما هو ليس بالتوقيت المناسب. لذلك أيضا الشارع الإسرائيلي سوف يغضب إذا بالفعل تم إقالته، وسوف يخرج في مظاهرات حاشدة كما رأينا أيضا عندما تم إقالته سابقا العام الماضي. شكرا جزيلا لك لانا كلغاصي مراسلة العربية، كنت معنا من القدس. على خط التطورات في قطاع غزة، أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى. وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إن واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي زمنيا لطرحه، لكن ليس هناك جدول. ميلر أشار كذلك إلى أن واشنطن تعتقد بأن الحل الدبلوماسي هو السبيل الصحيح لتهدئة الوضع في شمال إسرائيل. أيضا في الوقت ذاته قالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن الوزير أنتوني بلينكين سيصل اليوم إلى القاهرة لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين وكذلك مناقشة جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة. وفي أعقاب لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن، جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الدعوة إلى الإسراع في إبرام صفقة تبادل الأسرى، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الاصطغاء إلى صوت الشارع. لقد انتهيت للتو من اجتماع طويل مع الوزير بلينكين. قبل ذلك التقيت بالمستشار الأمني جيك سوليفان وناقشنا الوضع في إسرائيل والعلاقات مع الولايات المتحدة، والأهم من ذلك صفقة الرهائن التي يجب أن تنفذ. إسرائيل تحتاج إلى الرهائن ونهاية الحرب وليس إلى عملية سياسية، ويجب أن تؤثر الاضطرابات السياسية على صفقة الرهائن. علينا إعادتهم إلى الوطن. هذا واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة الذي يشهده العالم من قتلى ودمار وجوع وأمراض في القطاع.
لا يمكن تصور مستوى المعاناة والموت والدمار في غزة. جميعنا ندين هجمات حماس واحتجاز الرهائن، لكن لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وهذا ما نشهده من قتلى ودمار وجوع وأمراض في غزة. قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن النتائج الأولية التي توصلت إليها السلطات الإسرائيلية بشأن مقتل الأمريكية عائشة نور في الضفة الغربية لا تبرئ قوات الأمن الإسرائيلية. حذر ميلر من أن واشنطن ستدرس اتخاذ تدابير أخرى إذا لم تقتنع بتحقيق إسرائيل كاملاً. وكانت أسرة عائشة قد دعت السلطات الأمريكية إلى إجراء تحقيق مستقل، معتبرين أن أي تحقيق إسرائيلي لن يكون كافياً. وصف مسؤول أمريكي تصريحات محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي بشأن اعتراف واشنطن بحكومة للحوثي بأنها تصريحات كذبة. المسؤول الأمريكي نفى وجود أي اتصالات مع الحوثيين أو تقديم عروض مقابل وقف هجمتهم. هذا وكان البخيتي قد صرح بأن هناك اتصالات مع واشنطن بعد كل هجوم حوثي تستند إما إلى تهديدات أو تقديم بعض العروض المغرية على حد قوله. أعلنت البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر سبيدس الانتهاء من عملية سحب الناقلة سونيون التي ترفع علم اليونان وتحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى مكان آمن. أوضحت البعثة أن جهات خاصة نفذت عملية الإنقاذ، لكن مهمة سبيدس ستواصل مراقبة الوضع. أخبار الصباح مستمرة معكم ولدينا فيها بعد هذا الفصل. تغريدة إيلون ماسك عن اغتيال ترامب تثير الجدل. البيت الأبيض يصفها بغير المسؤولة وجهاز الخدمة السرية يحقق. ولدينا أيضا في أخبار الصباح، السلطات المغربية تفشل محاولة جديدة للهجرة الجماعية عبر باب سبتة عند الحدود الإسبانية. أهلا بكم من جديد. قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الخدمة السرية تعاملت باحترافية في مواجهة محاولة اغتياله، لكنه طالب أيضا بالمزيد من أفراد الحراسة الأمنية الخاصة لحمايته. هذه الإشادة بجهاز الخدمة السرية سبقتها انتقادات حادة للرئيس بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، حيث حملهما المسؤولية عن المحاولة الثانية لاغتياله. ترامب الذي يخطط لحضور مهرجاناته الانتخابية في أهم فترات الانتخابات قال إن رايان ويسلي الموقوف بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس، وتحرك بناء على ذلك متابعا أن خطابهما يؤدي إلى تعرضه لإطلاق النار. هذا فيما أظهرت مقاطع فيديو صورا تظهر لحظة إلقاء القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا. What's your name, Austin? Ryan. Ryan? شاهدين، محكمة في فلوريدا كانت وجهت تهمتي حيازة سلاح بشكل غير قانوني ومحو رقمه التسلسلي لمنفذ محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وفي وقت سابق تم نقل المتهم وهو يرتدي زي السجن وكان مكبلا بالأصفاد في يديه وقدميه، لكنه كان مبتسما في الجلسة بحسب الشهود. جهاز الخدمة السرية أعلن أن المشتبه بتنفيذه محاولة الاغتيال لم يطلق النار، كما لم يكن ترامب في مرمى بصره، وفقا للاستنتاجات التي تم التوصل إليها من خلال تتبع هاتفه. فقد أمضى المشتبه به ما يقرب من 12 ساعة حول نادي الجولف الخاص بترامب قبل أن يتم رصده.
كذلك أيضا كاميرا أخبار الصباح استطلعت آراء الشارع الأمريكي حول توقعاتهم لنتائج محاولة اغتيال ترامب الثانية، وهل ستلعب هذه المحاولة لصالحه مثل ما حدث في المحاولة الأولى أم ستكون ضده؟ فلنتابع. آمل أن يعلم الناس ما يمثله كل مرشح، ولا أعرف إذا كان سيحصل على المزيد من المؤيدين أم لا بعد محاولة الاغتيال الثانية، لكن عليه أن يكون حذراً. بعض الناس لا يحبون ما يقوله. من المحتمل جداً أن تكون محاولة الاغتيال لصالح ترامب، لكن لا أعرف حقاً. آمل أن ينتبه ترامب لنفسه أكثر من السابق حتى لا يتكرر الأمر. ربما يفكر الناس في محاولة الاغتيال كحافز أكبر للتصويت لصالح ترامب. ربما تميل محاولة الاغتيال لصالح ترامب قليلاً، لكن ليس كما كان الأمر في المرة السابقة، لأن استطلاعات الرأي أشارت إلى إخفاقه في المناظرة أمام هاريس، لذا أعتقد أن محاولة الاغتيال ربما لن تكون لصالحه. And we had units here that immediately sealed off the area. The threat level is high. We have increased the amount of assets that we supported. So we are we live in danger time. We've deployed a number of resources, including investigative teams, crisis response team members, bomb technicians, and evidence response team members as well. Thank you very much. وإلى ذلك أفاد جهاز الخدمة السرية بأنه على علم بمنشور للملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تحدث فيه عن عدم وجود محاولات لاغتيال الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. تصريح ماسك أثار مخاوف من أن كلماته موجهة إلى ما يقرب من 200 مليون متابع قد تحرض على العنف ضد بايدن وهاريس، كما وصف البيت الأبيض تصريحات ماسك بغير المسؤولة. أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز مالكة تطبيق فيسبوك حظر قنوات RT الروسية وشبكة روسيا سيغودنيا وشبكة إعلامية حكومية روسية أخرى. وقالت ميتا إن هذه أو وسائل الإعلام هذه تستخدم تكتيكات مخادعة لتنفيذ عمليات تأثير مع الإفلات من الرصد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة على حد قولها. أوضحت أيضا في بيانها أنه بعد دراسة متأنية تم توسيع نطاق الإجراءات ضد المنافذ الإعلامية الحكومية الروسية وحظرها من تطبيقات الشركة حول العالم. وفي ألمانيا أيضا أعلنت وسائل إعلام أن وكالة مرتبطة بالسلطات الروسية تقود حملة تضليل لتخويف الناخبين الألمان وتعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني. أضافت أن الوكالة، وكالة سوشيال ديزاين ايجنسي، تنشر معلومات كاذبة منذ نحو عامين على مواقع التواصل الاجتماعي وبتعاون مع الكرملين، تتضمن تعليقات ورسوما كاريكاتيرية مؤيدة لروسيا ضد تحالف يسار الوسط بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتز. تواجه منصة تيك توك تحديا قانونيا حاسما في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تخوض معركتها الأخيرة لتفادي قرار فرضته الإدارة الأمريكية، إما بيع عملياتها داخل الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل. قرار الاستئناف أو محكمة الاستئناف استمعت في واشنطن إلى مرافعات شفوية من تيك توك ووزارة العدل حول ما إذا كان حظر التطبيق ينتهك التعديل الأول في الوقت الذي تتبنى فيه حملتي كامالا هاريس ودونالد ترامب التطبيق للترويج لحملتيهما الانتخابية. حول الوجود الأمريكي في أفريقيا، أعلنت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من النيجر مع بقاء عدد قليل من العسكريين لحراسة السفارة الأمريكية. أضافت سينغ أن الولايات المتحدة سلمت آخر قواعدها العسكرية للسلطات المحلية في النيجر ذلك الشهر الماضي، لكن نحو 20 جنديا أمريكيا بقوا في النيجر لأداء واجبات إدارية تتعلق بالانسحاب.
أيضا منعت الشرطة المغربية محاولة جماعية جديدة لهجوم مهاجرين غير نظاميين على باب سبتة عند الحدود الإسبانية، حيث حاول مهاجرون بينهم مغاربة وأفارقة اقتحام سياج حدودي يفصل مدينة الفنادق شمال المغرب مع مدينة سبتة الخاضعة لإسبانيا، لكن القوات الأمنية تمكنت من منع المهاجرين واعتقال عدد منهم. أظهرت مقاطع فيديو حريقا كبيرا اندلع في خط أنابيب لنقل سوائل الغاز الطبيعي في ولاية تكساس. إدارة الطوارئ في الولاية قالت إن الحريق تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات، ودفع السلطات المحلية إلى إخلاء المناطق القريبة. أشير كذلك إلى هذه الأخبار العاجلة التي يريدها موقع أكسيس الإخباري الأمريكي. الموقع يتحدث بأن الولايات المتحدة أكدت لبنيامين نتنياهو أن حربا أوسع نطاقا بلبنان لن تعيد سكان الشمال لمنازلهم، هكذا يتحدث الموقع. وينقل الموقع كذلك عن مصادر بأن واشنطن حذر بنيامين نتنياهو من بدء حرب في لبنان. بهذه الأخبار العاجلة ننهي أخبار الصباح لهذا اليوم، وتبقى نذكركم بأبرز العناوين. بعد وضع إعادة سكان الشمال كهدف جديد للحرب، القيادة الأمنية الإسرائيلية تحذر الحكومة من خطوات متهورة في لبنان. ترامب يشيد بقدرات جهاز الخدمة السرية في إحباط محاولة اغتياله ويطالب بالمزيد من الحراسة. متى تعلن حظر وسائل الإعلام الروسية الرسمية على منصاتها حول العالم؟ بهذا نكون وصلنا إلى نهاية أخبار الصباح لليوم، نعود ونلقاكم غدا في حلقة جديدة ويوم جديد من أخبار الصباح مع العربية. شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.